وللحديث أكثر عن استهداف الكفاءات العلمية في العراق وتداعياته الخطيرة على القطاع الصحي، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من بغداد نقيب فريق التمريض التطوعي في العراق السيد فراس الموسوي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله أستاذ فراس. سبق أن أعلنتم في بيانكم تضامنكم مع نقابة الأطباء بعد جريمة اغتيال الدكتور أحمد المدفعي، وطالبتم بتوفير بيئة عمل آمنة للكوادر الصحية والطبية في العراق. في ضوء ذلك، كيف ترى أو تقيم بيئة عمل الكوادر الطبية والصحية في العراق في هذه الآونة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهديك الكرام. لتصحيح المعلومة، نقيب التمريض العراقي فراس المنصوري. نعم. في ظل الأحداث المتصاعدة حقيقة، احنا اليوم نجب نذكر وندين جميع الأعمال الإغاثية سواء كانت الطواقم الصحية أو التمريضية وحتى على المواطنين. صراحة ليس الاستهداف الأول اللي حصل ولا الثاني، وخصوصا في هذه المحافظه وبعموم العراق تحدثنا، وهناك بعض الاحداث الصراحه المشينه والمستنكره والمستهجنه. وقبل ايام ايضا حدثت حادثه في احدى المؤسسات الصحيه في رده فعل لاشخاص معينين وهجومهم على الطواقم التمريضيه في احدى طوارئ المؤسسات الصحيه، وتهجمهم بالضرب والشتم وتكسير بعض الاغراض المعينه للمؤسسات الصحيه. وهذه الاعمال هي بصراحه بحد ذاتها اعمال مشينه ومستهجنه ولا تمس بالانسانيه بصله، على اعتبار اليوم الحفاظ على حياه الانسان تاتي من خلال الخدمه الطبيه والتمريضيه التي تقدم من قبل الطواقم، واستهدافها من قبل زمر ارهابيه تخوض وتسعى بالارض فسادا وتعيش الارض فسادا هنا وهناك. عمل صراحه يجب ان تاخذ على عاتق القوات الامنيه والقوات الاستخباريه في مناطق خصوصا الساخنه دورها الفاعل للسيطره والحد من هذه الاعمال اللي تستهدف صراحه كفاءاتنا والخبرات الكبيره طواقمنا الطبيه والتمريضيه، وبالتالي هذا راح يعود سلبا على العقليه العراقيه التي تقدم الكثير من الخدمات سواء كانت طبيه وتمريضيه او سواء كانت على المهن الاخرى. بالتالي الحفاظ على هذه الكفاءات والعقليات وحلايات الانسان بصوره عامه هو بصراحه محط احترام وتحديد يجب ان يكون، وهو كذلك ان شاء الله عند القوات الامنيه، لكن يجب ان تاخذ دورها الفعال وتاخذ دورها الاساسي والمهني للحفاظ على هذه الامني، كما وزاره الصحه واجب بالحفاظ على الامن الصحي، وهذا ما لاحظناه خصوصا في تصدي جائحه كورونا. فبالتالي هناك لا شك ان ثمه استاذ فراس ثمه تداعيات خطيره تنعكس على القطاع الصحي وعلى نفسيات العاملين أيضا في القطاع الصحي والطبي من أطباء وممرضين وغيرهم من القطاعات، كل ذلك وانعكاساته بالتأكيد سينعكس سلبا على الخدمة المقدمة للمواطنين العراقيين والمرضى الموجودين في عموم العراق، وهي حالة مستمرة مع الأسف. يعني بين فينة وأخرى يعني يتعرض الأطباء والعاملون في القطاع الصحي لتلك الحوادث، وهذا يجعلهم يعملون في حالة من القلق العام والضغط الشديد نتيجة تهديد حياتهم. نعم قطعا، توفير البيئة الآمنة لتقديم الخدمات الطبية والتمريضية يجب أن تتلائم وحجم الخدمة التي تقدم. حينما تكون هناك إرهاصات صراحة لزمر إرهابية تستهدف ملاكاتنا، هذا راح ينعكس سلبا على تقديم الخدمات، على اعتبار اليوم الخدمه يجب ان تتوفر بها مواصفات خاصه، كما هناك مؤسسات خاصه توفر بها بعض طبيعه العمل، يجب ان توفر بها بيئه امنه. هذا راح ينعكس سلب ايجابا على نفسيه نفس مقدم الخدمه. اليوم اذا انت في معركه لا سامح الله، قطعا تقديمك للخدمه مو مقابل البيئه الامنه اللي هي راح تكون موجوده بتقديم مهاره الخدمه. انه اليوم نحتاج البيئه الامنه لتقديم الخدمات، بالتالي كفاءاتنا بدات تهاجر بصراحه وتعزف عن تقديم الخدمه بالصوره الصحيحه بسبب عدم تلقيها البيئه الامنه، وهذا ياتي ببعض المنعكسات صراحه اللي هي ليس من شان الخدمه الطبيه والتمريضيه. نعم. لكن ذوات الشان و
ذوات العلاقه يجب ان يقوم بعين الاعتبار توفير البيئه الامنه لملاكاتنا الطبيه والصحيه والتمريضيه، على اعتبار هذا راح ينعكس على نفسيه نفس مقدمه. نعم استاذ فراس، هل تعتقد بان هذا الاستهداف له اهداف خفيه اخرى، وهي اتاحه الفرصه بعد افراغ البيئه الطبيه والضغط على هذه المستشفيات والكوادر، لاتاحه الفرصه لمصلحه المستشفيات التي تديرها الميليشيات والاحزاب الطائفيه؟ صراحه اليوم ما نقدر، الموضوع التحقيقي هو عائد والطاح عنه صراحه، هو عائد للقوات الامنيه بجميع اختصاصاتها وصنوفها حتى يفصحون ويكشفون امام المرأة العام سواء قضائيا واعلاميا من يدير هذه العمليات ومن يستهدف في الطواقم والعقليات العراقية. بالتالي هذا واجب القوات الأمنية أن تكشف حتى تعري هؤلاء الذين يستهدفون دائما ملاكاتنا ويعزفون ويشردون عقلياتنا العراقية خارج البلد. تقديم الخدمة اليوم تأتي عن طريق هذه الخبرات وهذه العقليات، وبالتالي الكشف عنها والإفصاح عنها هو من مسؤولية القوات الأمنية سواء كانت من مصلحة ذوي المجني عليه أو حتى طبيعه العمل، حتى تعرى هؤلاء يعرون امام المراه ومسمع العالم انه هناك زمر ارهابيه تدير هذه العمليات، وبالتالي هو هذا عائد القوات الامنيه بصراحه، على اعتبار هناك مجالس تحقيقيه وهناك اختصاصات للجنايات وما شابه ذلك وهم من يديرون هذه العمليه، ولعله تكون المعلومات ادق اذا ما هم كانوا يفتحون ان شاء الله. اشكرك جزيلا سيد فراس الموسوي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.